تتمتع منطقة عسير بثراء تراثها وتعدد متاحفها وقراها الأثرية الجميلة، حيث يزداد الاهتمام بتلك المقدرات في ضوء استيعاب متطلبات الصناعة السياحية التي تتنامى سنوياً في هذه المنطقة بفضل الإقبال والتوافد السياحي عليها من داخل وخارج المملكة. تنوما لم تكن قرية بل هي محافظة، وهذه المحافظة تحتل رقم واحد في منطقة عسير لسببين: السبب الأول اتساعها، والسبب الثاني تضاريسها الجميلة التي تختلف من لون إلى لون، وتحوي هذه المحافظة داخلها من القرى الأثرية الجميلة والقصور والأشياء اللي يعتز فيها الإنسان. حصن تنومة للتراث يقع على سفوح جبال تنومة الخلابة والشامخة التي تتلألأ فيها مدينة تنومة كما الدرة الوهاجة المضيئة، ويقع هذا المتحف في حي السلام غرب قرية آل زخران، وصاحب المتحف هو الأستاذ فايز بن عبد الله بن مبارك الرياعي الشهري الملقب بدحدوح. وهذا المتحف بحق يمثل حصنا للتراث، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1394 للهجرة. لا تأخرن علينا، الله يحييكم. التي تقع في فناء الحصن، فلا بد من كرم الضيافة والاستمتاع بأقصى درجات الدهشة قبل أن يدخل الزائر ليطلع على محتويات المتحف. يجب عليه أن يستمتع بوقته في خيمة الشعر. كيفكم يا ابو عبد الله؟ يا مرحبا. طيبين؟ مشني عنكم. طيبين؟ عسى علومكم زين. عسى جاكم امطار. الحمد لله. الحمد لله. كان خير. اللهم لك. من ضمن هذا المكان اللي هو المجلس المحلي، المجلس الاصيل اللي كانوا يسمونه في الماضي الجهوه، وهي مسكره من ثلاث جهات ومفتوحه من الجهه الرابعه بشكل جميل وكذا وكذا وما يشبه ذلك، ويضم داخله من بعض القطع وليس كلها، من بعض القطع اللي يشوفها الإنسان، فيه اللباس، فيه الوعاء اللي هو ممكن الصحفة، الصحن، القدا، الكذا، أيضا فيه مجلس، فيه مشب نسميه الدوار. الدوار هذا الدوار يضم أدوات القهوة، ولا يمكن إن نقهوي الضيف إلا بشغل أيدينا من نفس المكان. لا يمكن نجيب ليش؟ لا يمكن نجيب الثلاجة ولا نجيب الأدوات الموجودة، كلها موجودة. أيوة، القرص نسويه هنا، المعصوبة نسويها هنا، الذبيحة تذبح وتطبخ هنا لجميع الضيوف. وقد افتتح متحف حصن تنومة عام 1405 للهجرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حين كان أميرا لعسير. قد زار حصن تنومة عدد من السواح الأجانب وعدد من الوزراء والمسؤولين الذين أعجبوا بهذا الإنجاز المشرف للسياحة بالمملكة العربية السعودية. فقد جمع دحدوح عددا ليس بالقليل من الوثائق التاريخية والحصرية للمتحف، والتي تتعلق بعدد من المجالات العلمية في عدد من العلوم وعدد من المراسلات القديمة ووثائق الصلح والعقود في الجزيرة العربية سابقا. يمتلك دحدوح معرضا متكاملا للصور القديمة والحديثة من أنحاء الجزيرة العربية وخاصة لمنطقة عسير قديما. وأغلب تلك الصور بعدسات غير عربية، ومن أشهرها صور مذهلة بعدسة الرحالة البريطاني إتسيجر والمعروف في الجزيرة العربية بمبارك بلندن،
فيما يمتلك دحدوح صورا فريدة لملوك وقادة المملكة العربية السعودية وعدد كبير من الشخصيات البارزة في العهد القديم. نرجع إلى يعني من يزور هذا المكان ومن يزور هذه المنطقة، متنوعين. وعندي أنا سجل للزيارات، فيه باللغة الإنجليزية، فيه باللغة الفرنسية، فيه باللغة الألمانية، فيه باللغة الهندية، بالإضافة إلى من يأتينا من دول الخليج، بالإضافة إلى أكبر من هذا اللي هم مواطنين ومقيمين في المملكة العربية السعودية يأتون بدون عدد. واعتبر أن هذا المحل محلكم، واعتبر أنه محلهم، واعتبر أنه محل كل من يأتي إلى هذا البلد. إن الطابق الأول يحتوي على نماذج من الخوص والمصنوعات الجلدية والحبال القديمة وعدد من أدوات الرحى التي كانت تستخدم لطحن الحبوب. أما الطابق الثاني فيحتوي على نماذج للأسلحة القديمة مثل السيوف والرماح والخناجر، إلى جانب قطع من البنادق القديمة ومساحيق البارود ومستلزمات تلك البنادق. ويحتوي على أنواع الهواتف والراديوهات القديمة. هذا باختصار شديد عن معروضات هذا المتحف الذي يمثل مبناه بحد ذاته تحفة رائعة ومعلما أثريا من حيث الهندسة، فضلا عن الموقع المتميز لهذا المتحف. ولا يتسع المجال هنا لسرد كافة ما يحتوي هذا المتحف، فليس من رأى كمن سمع أو كتب. متحف بن معتق. متحف بن معتق أحد متاحف منطقة عسير في سرات عبيدة، أسسه محمد بن أحمد بن معتق القحطاني. يقع المتحف في الدور الأرضي من منزل المالك، وهو بناء مسلح يتكون من صالة العرض الرئيسة، وتحوي على مواد تراثية متنوعة تم عرضها على لوحات حائطية وكذلك على طاولات، والبعض تم عرضه على الأرض مباشرة، وهي الأشياء الثقيلة جدا. تتكون المعروضات من الأسلحة القديمة والملبوسات ومن أدوات القهوة، وهنا المكاييل وأدوات الزراعة وأدوات الزراعة وأدوات المعيشة. أما المكتبة فتحوي وثائق ومخطوطات قديمة، وقد تم عرضها بداخل خزائن زجاجية. جمعت هذا المتحف مدة 40 عاما، ثم تقاعدت في عام 1423، وشاءت الأقدار ولله الحمد أن تكون البنية التحتية موجودة مثل ما ترون في هذا المكان، فأبرزت ما عندي من مخزون في المتاحف، من مخزون في المتحف، من مخزون المتحف إلى حيز الوجود. وقد استقطب هذا المتحف كثيرا من رجال التربية والتعليم، من طلاب المدارس الثانوية والابتدائية والمتوسطة وطلبة الجامعات، ومن جامعة الأحساء وكل جامعات الخليج وجامعات المملكة العربية السعودية، وزاره كثيرا حتى من الطالبات في هذا المكان.